بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالتمام والكمال. يقول مولانا في ربي في السورة دي سورة الحجرات ذكرتموه، يقول الآية 8 فضلا من الله ونعمة، أي سبقة الآية اللي قبلها ربي كيفاش حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نحن راشدون نصوم لجون راسيونال. فضلا، أي يجي الآية الثامنة بعد السابعة، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. الفضل هي كما تقول لا جراس ديفين، فضلا ونعمة هي لبينفيد الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قلنا وردت في سورة الرحمن 13 مرة، وابحثوا عن 13 القرآن ما هي وظيفته الرمزية. نعود إن شاء الرحمن.